حر الصيف الحارق بدبي توضع بعض من أفضل وأرقى سلالات الخيول في العالم داخل مقصورات ووسط النيتروجين البارد، وذلك من أجل تعزيز أدائها تحت الظروف المناخية القاسية. تعرف تلك التكنولوجيا باسم العلاج بالتبريد، حيث يستخدم التبريد يوميا على الخيول في إسطبلات زعبيل، وهي مساحة خضراء في قلب الحي المالي في دبي. كما نعلم، رياضة الخيول هي عمل ضخم ويدر جوائز تقدر بملايين الدولارات. فما يفعله العلاج بالتبريد هو تسريع علاج العضلات حتى تتمكن الخيول من استعادة لياقتها بشكل أسرع لتعود للتدريب والسباقات في أقرب وقت ممكن. شركة ريفايف كاريوثيرابي التي تتخذ دبي مقرا لها توفر الآن أول مكان مجهز لعلاج الخيول بالتبريد ليغطي جسم الحيوان بالكامل، حيث يدخل الحيوان تدريجيا إلى مقصورات التبريد التي تتلائم بشكل مريح مع أجسادها بطريقة تجعل الرأس والعنق في وضع حر وتعرضه للضباب البارد الذي يتحرك في شكل دوائر. وبعد جلسات أولى تمهيدية للتكيف يتم تطبيق العلاج الكامل الذي يستمر حوالي 7 دقائق ويخفض حرارة الجلد ما بين 3 إلى 5 درجات. فيما يتعلق بالتعافي فإننا لازلنا نتعلم، لكننا نعرف أن التأثير إيجابي حتى الآن. لقد لاحظت في 14 شهرا الماضية أن الخيول بدأت في القفز بشكل أسرع بعد عملهم الشاق منذ أن بدأنا استخدام العلاج بالتبريد. تترك أبواب الكبائن بلا أقفال بما يسمح للخيول بالهرب إذا شعرت بالخوف، ويعتقد أن العلاج بالتبريد يساعد في علاج الالتهاب والتئام الأنسجة التالفة، ويختصر المدة التي يحتاجها الرياضيون والخيول للتعافي بعد التمرين. يتم تطبيق أسلوب العلاج بالتبريد على الرياضيين منذ عقود كوسيلة للمساعدة في الشفاء، حيث يحاط الجسم بطبقة ضبابية في درجة حرارة تصل إلى 140 درجة مئوية تحت الصفر. وقد انتهت شركة ريفايف التي تمتلك مقصورتين أخريين للعلاج بالتبريد في دبي من مرحلة التجارب في إبريل الماضي.